وقع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة على التعديلات الدستورية الجديدة واعتبرها خطوة في مسيرة الإصلاح، لكن المعارضة رفضت التعديلات جملة وتفصيلا ووصفتها بالشكلية. في المقابل قلل عبد الجليل خليل رئيس كتلة الوفاق البحرينية المعارضة من أهمية التعديلات الدستورية لأنها لم تنص على حل مجلسي البرلمان والحكومة ووصفها بالشكلية. حراك في الاتجاه الصحيح أم مجرد خطوة شكلية؟ هكذا اختلفت الآراء حول تقييم التعديلات الدستورية الجديدة في مملكة البحرين والتي صادق عليها الملك حمد. فمنذ أكثر من عام والأوضاع في البحرين في حالة شد وجذب بين معارضة تكثف من احتجاجاتها في الشارع وترفع سقف مطالبها وحكومة تحاول الدفع بالإصلاح. أحداث وتطورات مفصلية شهدتها البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات، بدءا بعملية الحوار التي ترأسها ولي العهد وانسحاب نواب المعارضة من البرلمان، مرورا بدخول قوات درع الجزيرة ولجنة التحقيق الدولية التي شكلها الملك، ولم يأتي تقريرها في صالح السلطة تماما. في السياق نفسه يجيء توقيع العاهل البحريني على التعديلات الدستورية في احتفال أعقبه بخطاب لخص فيه رؤيته لمستقبل البلاد. إن أبواب الحوار مفتوحة، والتوافق الوطني هو قاعدة كل حوار. إن الإصلاح الذي كان منطلقنا منذ تولينا مقاليد الحكم لن يتوقف. تمنح التعديلات الجديدة مجلس النواب صلاحيات تشريعية ورقابية على الحكومة، فالحكومة باتت ملزمة بالحصول على ثقة مجلس النواب المنتخب. كما نصت التعديلات على نقل صلاحيات رئيس مجلس الشورى المعين إلى رئيس مجلس النواب المنتخب، إضافة إلى تحديدها آلية حل مجلس النواب التي كانت من صلاحيات الملك وحده بالاتفاق مع الحكومة، لتصبح من صلاحيات الملك ورئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس المحكمة الدستورية. لكن المعارضة رفضت التعديلات جملة وتفصيلة واعتبرتها شكلية كونها لا تلبي مطالبها بحل المجلسين والحكومة وإطلاق عملية حوار سياسي شاملة وجدية على حد تعبيرها. عادة في الدول إذا كانت هناك تعديلات جوهرية تفضي إلى حل المجلسين وتشكيل حكومة جديدة من أجل العمل بالتعديلات الدستورية الجديدة الجوهرية. رفض المعارضة وعدم تجاوبها مع التعديلات الدستورية يبقي الأزمة مفتوحة في المدى المنظور على الأقل. حصاد اليوم مستمر معكم من قناة الجزيرة.